بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدينا الأحبة، أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد وأمسية أخرى من أماسي برنامج من عمان مع نهاية أسبوع. نتمنى بإذن الله كان هذا الأسبوع حافل بالعمل والجد والعطاء لخدمة عمان في مختلف مواقع العمل والبناء. وحياكم معنا مشاهدينا مع حلقة نهاية الأسبوع، نتمنىها إن شاء الله حلقة ممتعة ومفيدة كالمعتاد، ونتمنى لكم أيضا إجازة نهاية الأسبوع سعيدة تقضوها برفقة الأهل وبرفقة الأصدقاء. في لقاء اليوم مشاهدينا حضرنا لكم كالمعتاد في مجلتنا المسائية مجموعة من المحطات من خلال لقاءاتنا ومن خلال ضيوفنا، حيث راح تتابعون اليوم مشاهدينا في حلقة اليوم تطبيق قانون توحيد أسعار الأدوية في السلطنة بهدف الوقوف حول اختلافات أسعار الأدوية بين صيدلية وأخرى في السلطنة. أما ثاني محطاتنا مشاهدينا راح تكون حديث حول دور المرأة العمانية في مجلس الشورى منذ إنشاء المجلس في 94، كيف كان حضور المرأة العمانية؟ راح نناقش هذا الموضوع أيضا من خلال حلقة نقاشية أقامتها جمعية المرأة العمانية بمحافظة مسقط. أما ثالث متابعتنا مشاهدينا راح تكون متابعة مستمرة كالمعتاد منذ بداية هذا الأسبوع لملتقى عمان الشعري الرابع اللي يحمل شعار كلنا قابوس. راح نقترب من هذا الملتقى الشعري من خلال وجود الشاعر والإعلامي الكويتي خالد المحسن. كل أمنياتنا مشاهدينا أن تنال هذه المتابعة طيب متابعتكم، أن تقضوا برفقتنا مشوار طيب على مدى ساعة من الآن. قبل حديثنا حول موضوع توحيد أسعار الأدوية، نتابع هذا التقرير ليأخذكم في جولة حول تطور الخدمات الصحية في مختلف محافظات السلطنة، إلى أين وصلنا في مستوى جودة تقديم هذه الخدمات الصحية. نتابع هذا التقرير بعدها راجعي لكم حديثنا حول توحيد أسعار الأدوية. حافظ على صحتك جيدا، فهي الوسادة الناعمة التي تستند إليها أيام الشيخوخة. قال أحدهم: تعتبر الصحة أحد أجمل الأثواب التي نرتديها وننعم بها في كل مكان في أرضنا الحبيبة، فقد سعت الحكومة إلى توفير كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطن والمقيم، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على جميع المؤشرات الصحية. ومن خلال الكفاءات العالية والخدمات المتطورة المقدمة في المؤسسات الصحية المتمثلة في المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات المرجعية، فقد عملت السلطنة على تطوير الممارسات الطبية التي تساعد على التحكم في الأمراض المزمنة. كما تشهد مجالات طب الأطفال وطب النساء والولادة تقدما ملحوظا ينعكس في الإحصاءات التي توازي تلك الموجودة في الدول المتقدمة. حياكم مشاهدينا، تابعتم هذا التقرير الخاص بتطور الخدمات الصحية في السلطنة. أما حديثنا القادم راح يكون حول موضوع ترشيد الإدارة في موضوع الأدوية، إضافة إلى حديثنا حول موضوع توحيد أسعار الأدوية في السلطنة بهدف الوقوف على الأسباب اللي تقف وراء ذلك والوصول إلى نتيجة موحدة في موضوع توحيد أسعار الأدوية في مختلف الصيدليات العاملة في السلطنة. حديثنا بالتفصيل راح يكون إن شاء الله مع الدكتورة الصيدلانية سوسن بنت أحمد جعفر، المديرة العامة للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة. مساء الخير وسعيد جدا بوجودك معنا. مساء النور، يا مرحبا فيك. قبل أن ندخل في موضوع توحيد أسعار الأدوية، وطبعا هذا الاتفاقية تأتي طبعا تحت منظومة منطقة الخليج العربية ضمن الاتفاقيات المشتركة بيننا وبينهم، لكن حابين في البداية نتعرف حول الإدارة الرشيدة في موضوع ترشيد الأدوية، كيف بالإمكان تقنينها بشكل واضح حتى نضمن بعد ذلك الوصول إلى توحيد أسعار ثابتة؟ الحقيقة هي يمكن المفهوم العام البعض يفهمها وكأنها ترشيد استخدام الدواء، هي بصراحة ما لها علاقة بهذا الشأن بقدر ما هي تتحدث عن الإدارة الرشيدة للدواء، اللي هو عبارة عن الاستخدام الأمثل والشفاف، مش بس استخدام وإنما
عمليات كل العمليات اللي يمر فيها الدواء أنه تكون على منتهى الشفافية، بدءا من عملية الاختراع انتهاءا بالاستخدام. ممتاز. لأنه الدواء بشكل عام عبارة عن مجموعة من العمليات المتتابعة وتختلف فيها التشريعات والتنظيمات، ولربما ممكن تتوزع هذه التشريعات والتنظيمات بين مؤسسات مختلفة ضمن سواء ضمن وزارة الصحة وأحيانا حتى في مؤسسات أخرى حكومية، بس الغرض أنه كلها تندمج لتصبح ضمن بودقة واحدة، بحيث كل العمليات اللي يتم القيام بها تتميز بمنتهى الشفافية. طبعا هذا تمهيدا لمنع أي استغلال أو أي فساد قد يحصل، مثل ما ذكرت، لأنه عملية الدواء بدءا من الاختراع انتهاء باستخدامه في مراحل عديدة، وكل مرحلة من هذه المراحل ممكن تتعرض للفساد وممكن تؤدي بالنهاية إلى فقدان في الموارد المالية بالنسبة سواء لوزارة الصحة أو للمؤسسات الأخرى. نعم. فهذا البرنامج تحديدا يعمل على أن يخلق الشفافية في مختلف مراحل مرور الدواء أو المراحل التي يمر فيها الدواء حتى يصل بين يدي المستخدم. صح. لكن دكتور الآن هناك سؤال، على أي أساس تعتمد وزارة الصحة في اختيار هذا الدواء لهذا المرض؟ إذا كانت هناك أكثر من نوعية من أنواع الدواء، فأيها الأمثل في اختيار وزارة الصحة لهذا المرض؟ الحقيقة في على مستوى الوزارة في لجنة مشكلة من عدد من الاستشاريين والاختصاصيين. نعم. في وزارة الصحة اللي هي اللجنة العليا للدواء. نعم. اللجنة العليا للدواء تعمل على دراسة، طبعا بداية نحن إذا نتحدث عن أي مؤسسة حكومية أو أي مستشفى يرغب في إدخال دواء بعينه بسبب الحاجة له، لأن أيضا منتحدث إحنا عن الأدوية، يعني الطريقة اللي تقدم بيها عملية اختراع الأدوية. نعم. ومعالجتها للأمراض بصراحة ده تمشي بشكل جدا سريع، فبالتالي يفترض نحن أيضا نتواكب مع هذا الأمر. فعمليا بداية في على مستوى المستشفيات في لجان اللي هي لجان تعمل على دراسة هذه الطلبات، يتم تقديمها من قبل الاستشاري أو القسم لهذه اللجنة اللي هي لجنة الدواء، يتم دراسة الأمر. طبعا طلب الدواء يفترض أن يكون مصاحب بمستمسكات عالمية تبين الحاجة إلى هذا الدواء. لا مش بس وجود، هو وجود عالميا يفترض طبعا يكون موجود، بس الحاجة على مستوى السلطنة لهذا الدواء. فبعد أن يتم اعتماده من قبل هذه اللجان اللي هي تعمل على مستوى المستشفيات، يتم تحويل هذه الأمور إلى اللجنة العليا للدواء. اللجنة العليا للدواء بدورها تعمل على دراسة هذه المقترحات، تدرسها أيضا من الناحية الاقتصادية المالية، هل في مصطلح عندنا نسميه الريسك فاليو، يعني حساب الفائدة، الفائدة طبعا بالنسبة للمرضى. نعم. على حساب التكلفة، لأنه أيضا غالبية الأدوية الجديدة غالية الثمن بشكل جدا كبير. صحيح. فبالتالي أيضا نحن كموارد بشرية موارد مالية اللي موجودة عندنا كوزارة الصحة أيضا محددة، عشان بالنهاية ندرس كل هذه الأمور حتى في النهاية يتم اعتماد الدواء. طبعا إذا يتم اعتماد الدواء يتم إبلاغ الجهة اللي هي أساسا طالبة الدواء، وإذا لم يتم اعتماده كمان أيضا يتم إبلاغ الطبيب وأسباب الرفض. نعم. القبول. طيب يعني الآن هناك سؤال، إذن لماذا تشهد السلطنة عدم ثبات في أسعار الأدوية بين فترة وفترة وأخرى، علما بأن هذا عدم الثبات أيضا مرتبط ببقية الدول الأخرى؟ يعني عالميا نحن نواجه مشكلتين. المشكلة الأولى أنه إحنا نتغير، نتحدث عن شركات، طبعا في عندنا أدوية نسميها مبتكرة اللي هي تم إنتاجها من الشركات العالمية واللي هي أساسا مخترعة هذه الأدوية. صحيح. الشركات الباحثة، فنسميه دواء مبتكر، وهذا يكون محمي ببراءة اختراع، ما من حق الشركات الأخرى المماثلة اللي هي الجنيسة الجنريك
أنه تقلد هذا الدواء إلا بعد ما تنتهي فترة الحماية. فبالتالي هكذا نوع من أنواع الأدوية هذه طبعا غالبيتها تجي من الدول الأوروبية. الدول الأوروبية وأعتقد هذا الشيء ما يخفى على الاقتصاديين أو الناس اللي يتعاملون بالفاينانس، أنه مسألة العملات الأجنبية إذا نتحدث عن الباون، عن اليورو، عن الفرنك السويسري، الدولار لا بشكل أو آخر، لأنه الريال العماني مرتبط بال. لكن كثير من شركات الأدوية عالميا موجودة أيضا في أمريكا، كثير من شركات الأدوية أمريكية، يعني الغالبية لا في أوروبا. في أوروبا نعم، يعني اللي تتحدث عنها في أمريكا باي ذا واي، لأن هي الشركات العالمية بشكل عام قد تجد لها أكثر من فرع في أكثر من دولة. نعم نعم. فمش بالضرورة أنه اللي موجود في أمريكا هو فقط الفرع الأساسي أو يعني أمريكي. لا، ممكن يكون الفرع الأساسي أو الأصلي موجود في دولة من دول أوروبا وفرع آخر يكون موجود في أمريكا. هذا جانب. وهذا طبعا يعني في الثلاث أو أربع سنوات الأخيرة يعني حتى سعر صرف هذه العملات كان بصراحة يعني بشكل جدا متغير، يعني من يوم ليوم نحن كنا نراقب الوضع، يختلف السعر ويوميا كانت تجينا قوائم لأنه نشوف أسعار صرف هذه العملات من ثلاث من البنوك العالمية اللي هي البنك الوطني العماني وبنك مسقط، ما يحضرني البنك الثالث، كنا نراقب أسعار صرف العملات. فنحن عندنا في آليات العمل أنه إذا زاد صرف العملة عن 10% نعيد النظر في أسعار الأدوية. فهذا جانب. الجانب الآخر أيضا أنه مع الارتفاع والتضخم على مستوى العالم صار ارتفاع جدا كبير في أسعار المواد الأولية اللي تستخدم في التصنيع. فكثير من الشركات كانت تخاطبنا وتبين هذه الأشياء أو حتى ترفق لنا فواتير عشان تبين مقدار الزيادة في أسعار المواد الأولية اللي هي تم استخدامها في تصنيع الدواء. فأيضا محتاجين إحنا ننظر في كل هذه الأمور عشان في النهاية تدرسوا الجانب بكل زوايا. طيب، لكن هذا بالنسبة إلى ارتفاع سعر الدواء على المستوى العالمي قبل الشراء، لكن ماذا عن أثناء وجوده مثلا في السلطنة؟ سعر الدواء في السلطنة، في السلطنة يعني بين صيدلية وصيدلية أخرى، حتى بين عيادة وعيادة أخرى، أحيانا يكونوا متقاربات حتى. لا لحظة، بداية طالما خلينا نمسك الجانب الأخير من نتحدث عن العيادات. الحقيقة العيادة أساسا ما مسموح إلها أن تحتفظ بالدواء. ممتاز. بس نحن كوزارة وكمديرية طبعا نحن نتحدث عن تراكمات، يعني عندنا في مناطق كثيرة من السلطنة قد توجد عيادات بس ما في خدمات صيدلانية. صحيح. قريبة تقدم للمرضى اللي يترددون على هذه العيادات. فلذلك في فترة من الفترات كنا نسمح لهذه العيادات إنها تحتفظ بالدواء، وبالتالي هنا تمارس عملين، عمل الطبيب وعمل الصيدلي. صحيح. مع عدم وجود صيدلي وهو مخالف للقانون، بس عشان المرضى اللي هم أساسا ممكن يعانون بالنهاية بدل ما يلفون ويدورون على الصيدليات. لكن احنا نتكلم عن المناطق البعيدة، أما بالنسبة للمناطق الرئيسية مثلا لا طبعا ما مسموح للعيادة إلا أدوية الطوارئ. أدوية الطوارئ هذه احنا نسميها emergency trolley، هذه عبارة عن عدد من الأدوية اللي هي في حالة حقن، نتحدث عن حالة على فرض أنه مريض درجة حرارته جدا عالية، إلى أن أنت تأخذ للطوارئ عشان يأخذ العلاج اللازم أو أن يشوفه الاستشاري أو الاختصاصي، فبالتالي ممكن ينعطى حقنة عشان يخفض درجة الحرارة أو أن يكون في صدمة. فهذه عبارة عن 15 أو 16 دواء، هذه فقط اللي مسموح أن تتواجد في العيادات بشكل عام. نجي على الدواء. اختلاف الأسعار ملاحظ بشكل كبير. شوف، هي أيضا في أكثر من جانب نحتاج أن نوضحها. طيب، من نتحدث عن الدواء أنا ممكن أنطي مثال باراستامول اللي هي الحبوب اللي تستخدم كأنالجيسك وكخافض حرارة، كمسكن وخافض الحرارة. طيب، إحنا المشكلة بكثر ما نتعامل مع مصطلحات الإنجليزية فأرجو المعذرة. لا ولا يهمك دكتورة. فيعني من نتحدث عن حبوب الباراستامول، أنا عندي تقريبا يمكن 60 شركة تصنع هذا الدواء. 60 شركة اللي تصنع هذا الدواء
مش بالضرورة أسعارها تكون متساوية، تختلف تتفاوت. يعني ممكن أنا يكون عندي شركات من الهند تصنع هذا المستحضر، ممكن عندي تكون شركات خليجية، ممكن تكون شركات محلية. فكل شركة لما تنتج هذا المستحضر تسعره بسعر يختلف عن الشركة الثانية. فهذه نقطة أنا حابة أوضحها، لأن أحيانا المواطن الكريم ممكن ما يعي هذه الحقيقة، أنه إحنا دا نتحدث عن شركات مختلفة وليس شركة واحدة. بالضبط. نجي للجزئية الأخرى، أنه إحنا على مستوى السلطنة بحكم أنه إحنا سوقنا صغير جدا مقارنة بالسعودية مثلا أو دبي اللي هي فيها إعادة تصدير كثير، مش عشان أنه هي كسوق محلي كبير. في دبي أو دولة الإمارات العربية المتحدة في عندهم كم جدا كبير لإعادة التصدير. نعم. وعندهم بالذات جبل علي اللي هو يعني حتى في عندهم مخازن ما تخضع لأي رقابة من قبل وزارة الصحة، بقدر ما هي يتم استيراد الدواء فيها ويتم إعادة تصديرها. فلذلك بصراحة أصحاب الجلالة والملوك خذوا قرار، والقرار أخذ في عام 2007 في إحدى جلساتهم، بضرورة توحيد السيف، سعر السيف اللي هو سعر الدواء واصل للميناء سواء على مستوى سلطنة عمان أو باقي دول المنطقة. ممتاز. ويشمل التأمين أو الشحن وخلافه. الحقيقة مع الأسف الشديد يعني صار في تأخير في تطبيق هذا القرار، بس ولله الحمد يعني نحن الحين في السنتين الأخيرة، يعني هذا نحن نتحدث عن عام 2014 و 2013 اللي هي من الاجتماع اللي صار بالنسبة لأصحاب المعالي وزراء الصحة، انحسم الموضوع في أنه لازم نمشي في هذا الجانب. ممكن. وفعلا اتعملت لجنة للتسعيرة ومشينا في هذا الجانب، وسيتم تطبيق المجموعة الأولى بداية من أكتوبر. نعم، المجموعة الأولى تتكون من خمس مجاميع، يعني هو مجرد إجراء مبدئي يشمل خمس مجاميع، لأن إحنا المجاميع ككل تقريبا بحدود 19 مجموعة. فهذه المجموعة صار اتفاق فيها لأنه خلصناها. ممتاز. وراحت للشركات والشركات اعترضت، في أشياء تم الاتفاق فيها معاهم، في أشياء ما تم الاتفاق، وبالتالي صار قرار فيها أنه على 1/10 إن شاء الله راح يتم تطبيقه. وبصراحة أنا أستغل هذه الفرصة أن أوجه نداء لكل المواطنين والمستهلكين للدواء، لأنه أيضا نحن بروحنا كوزارة الصحة ما نقدر نغطي بصراحة كل أنحاء السلطنة. بالضبط. فأتمنى أنه الجميع يساعدنا في التأكد من أنه الصيدليات والوكلاء راح يلتزموا بهذا الجانب، بالذات بالنسبة للمجموعة اللي احنا المجاميع اللي احنا تحدثنا عنها اللي حوالي تقريبا 1500 مستحضر ما بين شركات أدوية مبتكرة وشركات جنيسة. جميل. وان شاء الله البقية الباقية من المجاميع. نعم. ستأتي تباعا. نحن ان شاء الله بنحاول على بداية شهر اكتوبر بعد التطبيق الفعلي فعلا نستضيفكم مرة مجددا ونستقرأ ايضا اراء المواطنين اللي استفادوا من هذا التطبيق. نشكرك على وجودك معنا الدكتورة الصيدلانية سوسن بنت احمد جعفر، المدير العام للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، ما زالت لدينا مجموعة من المتابعات واللقاءات في أمسية اليوم. حديثنا القادم من خلال التقرير راح يكون حول دور المرأة العمانية في الشورى، بعدها راجعين لكم من خلال ضيفتنا العزيزة وتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. للمرأة دور أساسي في نمو المجتمعات ونهضتها، فهي المربي الأول للأجيال التي تسهم في بناء المجتمع على مختلف الأصعدة. ونظرا لكل ذلك كان لابد من تفعيل دور المرأة واستثمار طاقتها الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية في خدمة المجتمع، فهي شريكة الرجل في التنمية والبناء. ولتفعيل هذا الدور نظمت جمعية المرأة العمانية حلقة نقاشية حول دور المرأة العمانية في الشورى ودورها في السياسة، وسط مشاركة عدد كبير من الشخصيات النسائية البارزة في السلطنة. وتطرقت الحلقة إلى أهمية مشاركة المرأة في المجال الشوروي والسياسي وبحث أسباب عزوفها عن تولي هذا الدور الاجتماعي والسياسي. We'll be right back.
حياكم الله مشاهدينا مجددا، تابعتم هذا التقرير الخاص بدور المرأة العمانية في مجلس الشورى بدلا من تأسيس مجلس الشورى في 1994، والمرأة العمانية حاضرة في مجلس الشورى من خلال دوراته المختلفة، سواء بأخذ مقعد في مجلس الشورى وأيضا من خلال الترشيح لجنس المرأة العمانية من خلال المرأة العمانية وهي تذهب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتها للمرأة العمانية. لكن المرأة العمانية تطمح بأن تكون أكثر حضورا في مجلس الشورى في مختلف محافظات السلطنة، لذلك جمعية المرأة العمانية بمحافظة مسقط دشنت حلقة نقاشية للحديث حول دور المرأة العمانية في مجلس الشورى. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع من خلال وجود الأخت خزينة بنت مسلم الرحبية، عضو مجلس الإدارة بجمعية المرأة العمانية بمحافظة مسقط. مساء الخير وحياك الله معنا في هذا اللقاء. مساء النور. يا مرحبا. نحن يعني قبل أن نتكلم في تفاصيل خاصة ب دور المرأة العمانية في مجلس الشورى، حابين نتعرف على الفكرة، كيف جتكم الفكرة في جمعية المرأة العمانية بمحافظة مسقط أنكم تتبنوا هذه الحلقة النقاشية وتطرحوا هذا الموضوع، خاصة نحن على مقربة أيضا من دورة جديدة لمجلس الشورى في العام القادم؟ أولا أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. بالنسبة لي الفكرة جاءت طبعا هي ضمن برنامج وخطة تتبناها جمعية المرأة العمانية حول مشاركة المرأة في مجلس الشورى. من خلال هذه الندوة التي عقدت أمس بحضور معالي الشيخ وزير التنمية الموقر وسعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى محترم، وأيضا بعضوات جمعيات المرأة في السلطنة، وكذلك رئيسة جمعية المرأة العمانية كان لها دور أيضا في هذا البرنامج. تطرق هذا البرنامج إنه نستهدف في هذه الحملة على من خلاله على استقطاب ومشاركة المرأة العمانية في مجلس الشورى وتعزيز كذلك دورها من خلال عقد برامج ودورات، وهذه الحلقة النقاشية تعتبر البداية والانطلاقة لهذا البرنامج. جميل. طيب يعني أهمية وجود المرأة العمانية بوجهة نظرك في مجلس الشورى، لماذا تناشد وتنادي المرأة العمانية دائما بأن يكون من يمثلها من النساء موجودات في مجلس الشورى؟ طبعا المرأة العمانية هي نصف المجتمع، وكما ذكر جلالته المرأة والرجل كجناحي الطائر. صحيح. والمرأة العمانية لها الدور الكبير في معرفة نظير ما تكون في نظيرتها احتياجاتها وكذلك يعني وهي كونها قربها أيضا من المرأة وملامستها. والمرأة العمانية كما هو معلوم لدينا السفيرة والوزيرة وهذا والوكيلة وفي كافة البرامج وكذلك في كافة الأنشطة الخدمية والمؤسسات التي قدمت فيها المرأة. والمرأة كما تعلمون في سلطنة عمان نضيب معين لا ينضب من العطاء لبناء ورفعة هذا الوطن. جميل. طيب يعني الآن منذ تأسس مجلس الشورى في 94 كان حضور المرأة العمانية مختلف من دورة إلى دورة أخرى، في بعض المرات في الدورة الحالية مثلا حضور المرأة لمقعد واحد فقط. وقفتم على أسباب هذا النقص في حضور المرأة العمانية في دورات مجلس الشورى المختلفة؟ طبعا هنالك جملة من الأسباب أشارت إليها الدكتورة المكرمة رحيلة في مداخلتها الطيبة أمس في الندوة، وهنالك يمكن أن نعزيها إلى عدة أسباب. منها كما تعلم أننا في مجتمع لديه عادات وتقاليد، أيضا مجتمع قبلي، ما زالت فكرة المرأة وخروجها بحاجة إلى قوة ودعم من عدة أشخاص. أولا ثقة المرأة بنفسها، ثقة المرأة لأختها المرأة. صحيح. ثقة الرجل للمرأة، وهذا كله بدوره ثقة المجتمع بمهارة وقدرة المرأة. هي النقطة الثانية أهم نقطة أيضا، ثقة المرأة بالمرأة أيضا، يعني عدد النساء اللي يسمح لهن أن يدلين بأصواتهن يمكن أكثر من عدد الرجال، فكيف تخيلي لو كلهن رشحن يعني النساء. بالفعل وهذه نقطة جدا مهمة أن ثقة المرأة للمرأة، وهنا ما يبرز دور المرأة هي الدعاية الانتخابية اللي تسبقها في فترة الترشيح، حيث أنها تكون أيضا قاعدة لا تظهر فقط في الفترة قبل الفترة الانتخابية، وإنما يكون لها دور في مجال التطوع والعمل حتى يتعرف عليها المجتمع بشكل أكبر. هذا كله أيضا لدينا نحن نماذج طيبة لمشاركة المرأة على المستوى مجلس الشورى، أشار إليها أمس سعادة رئيس مجلس الشورى، خمس نماذج مشرفة، وكل الفخر والتقدير لهذه النماذج التي استطاعت أن تصل بالمرأة العمانية في مجلس الشورى في هذه. جميل. طيب يعني نحن نعرف أن في دول على مستوى حتى متقدمة في
النظرة الديمقراطية والشورية، لديها فكرة نظام الكوتا، يعني مقاعد إلزامية شاغرة في أي مجلس انتخابي محدد للمرأة ويلزم أن يشغر للمرأة. هل تتوقع راح يكون حل أيضا؟ أولا بالضبط، نظام الكوتا هو نظام عالمي معمول به في أغلب الدول في عالميا، وهو نظام يساهم ويساعد المرأة للمشاركة في الحياة السياسية. ولكن من وجهة نظر الشخصية أنا لا أحبذ ولست مع نظام الكوتا لعدة أسباب. أولا لأن نظام الكوتا يفرض مقاعد إلزامية، فالمرأة هنا لابد أن تكون لديها الرغبة والقوة للدخول في هذا المجال والخوض فيه، وكون المرأة عندما تكون ملزمة هنا لدينا بعض أن لابد أن تكون لما تكون حاضرة في مجلس الشورى تكون بالرغبة والقوة ودفع الرجل، لأنها تمثل سواء تمثل المجتمع، فوجودها في المجلس يكون ذا قوة وذا مكانة بغير لما يكون الإلزامي. فهذه هي نظرة شخصية. جميل. طيب اللي يدقق يعني في انتخابات مجلس الشورى المختلفة يلاحظ أن حضور المرأة العمانية في مجلس الشورى كان مقتصر على محافظة مسقط، يعني ما كان يشهد في بقية محافظات السلطنة. بوجهة نظرك أيضا ما هي الأسباب اللي جاءت وراء ذلك أيضا؟ طبعا هي هناك أسباب كثيرة. أولا كما تعلم المحافظة مسقط هي المحافظة اللي فيها العاصمة فيها الانفتاح والثقافة، وكذلك الجمعيات لها دور كبير من خلال الانفتاح، من خلال التواصل وتكوين قاعدة انتخابية في هذا المجال. فمحافظة مسقط لها الدور الكبير في مجال الجمعيات ومجال التواصل الاجتماعي وبرامج أيضا الدعائية للترشح. جميل. لكن أيضا تعتقدي أيضا أنت ذكرتي من ضمن الأسباب التي تدفع إلى هذه المشاركة الخشونة للمرأة العمانية المرأة نفسها، يعني هل تتوقع أن المرأة يقف على عاتقها شيء الكثير في أن تكون على مستوى كبير من الوعي والثقة بنفسها والإمكانيات التي لديها تؤهلها للمشاركة؟ هل لدينا نماذج من النساء في مختلف محافظات السلطنة من الممكن أن يترشحن في مجلس الشورى ويحظين مثلا بأصوات كثيرة لأنهم يمتلكن يعني المؤهلات الحقيقية؟ لدينا المرأة العمانية قادرة، والمرأة العمانية أثبتت وجودها على كافة المستويات وكافة الأصعدة، وهذا تشريف كبير لنا كنساء في سلطنة عمان. ولكن ما ينقص المرأة هو الثقة والدعم، وهذا الدعم يأتي من عدة جهات كما ذكرت، هي حلقة كلها متصلة تصب في خدمة هذا المجتمع. فالمرأة بحاجة إلى ثقتها بنفسها أولا، وثقة المجتمع بها، وثقة أختها كما ذكرت المرأة في وجودها في هذا المنصب اللي هو عضوة في مجلس الشورى. فلديها أمانة، لابد أن تتحلى بالأمانة والإخلاص للوصول إلى هذا المنصب. يعني المتابع لانتخابات مجلس الشورى الفترة الأخيرة يلحظ نقطة لا تغيب عن ذهن أي واحد، أن الصوت الشخص الذي يدلي بصوته يذهب إلى الشخص الكفو، يعني تجاوزنا مجموعة من الأفكار اللي كانت موجودة من قبل. فأيضا هل وصلت هذه الفكرة عند المرأة؟ ترى الصوت يذهب إلى الشخص والعضو الكفو الذي يحمل صوت تلك الولاية ويحمل صوت المواطن وأيضا يمتلك مؤهلات تؤهله أن يكون في مجلس شورى منتخب يتطلع له الكثير من الأدوار. جلالة السلطان اليوم منح مجلس الشورى كل الصلاحيات الممكنة لأن يقوم بدوره الحقيقي. فهل وصلت هذه الفكرة للمرأة؟ ترى الأصوب والأنجح هو من يأخذ مقعد؟ نحن ننظر دائما إلى النظرة الإيجابية. المرأة العمانية بالفعل هي تنظر إلى أنه قادرة ولديها الصوت، وكما تعلمون أن صوتها أيضا أمانة في إيصاله، فأنا أقول أن المرأة العمانية أيضا قادرة على ذلك. جميل. طيب بالنسبة لدور جمعيات المرأة العمانية، إلى أي درجة من المؤمل أن تقوم بأدوارها في دفع العملية الانتخابية وحضور المرأة أيضا؟ للجمعيات المرأة بشكل عام دور كبير. أولا جمعيات المرأة هي الحاضنة للمرأة في كافة برامجها التطوعية والخدمية التي تقدمها. جمعية المرأة، نتحدث عن جمعية المرأة بمحافظة مسقط، لديها برنامج تأهيلي، وهذا ما قامت به في الفترات الانتخابية السابقة من إعداد دورات بالتعاون مع وزارة التنمية وتعاون مع وزارة الداخلية أيضا في إيجاد برامج تأهيلية تساهم وتساعد المرأة للمشاركة في العمليات الانتخابية سواء كان في داخل السلطنة أو في خارجها. بالنسبة للحلقة النقاشية، كيف كان مستوى التفاعل والحضور؟ يعني كيف، يعني هل كان مرضي بطموحكم؟
تفاعل المشاركين مع مقدمي الحلقة النقاشية وأوراق العمل؟ كانت حلقة نقاشية رائعة تميزت بالشفافية في طرحها، طرحت جميع ما تناول من أسئلة للمرأة في كافة المجالات وكل ما يعني المرأة تريد أن تطرحه في مجال الشورى. لكن نحن دائما نسعى إلى أن المرأة لابد أن تشارك في جمعيات المرأة وتساهم وتسعى للعمل التطوعي وخدمته. وصلنا إلى مستوى متقدم من حضور المرأة العمانية ومشاركتها ورغبتها في أن تكون عضوة في جمعية المرأة العمانية أو على الأقل تستفيد من هذه الخدمات؟ لدينا إقبال كبير في ذلك، ولكن نحن أيضا نسعى لأن المرأة العمانية تشارك في هذه الأعمال التطوعية وأن تبرز دورها للمجتمع، وهذا يؤهلها بالتأكيد، وكلنا في النهاية نعمل لخدمة عمان. جميل، نحن نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله. نشكرك أيضا على وجودك معنا، وإن شاء الله نتمنى مثل هذه الحلقات النقاشية تستمر حتى يعني تكون فترة استعدادية للدورة القادمة لانتخابات مجلس الشورى. شكرا لك على وجودك معنا. خزينة بنت مسلم الرحبية، عضو مجلس إدارة بجمعية المرأة العمانية بمحافظة مسقط. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذا متواصلين معكم مشاهدينا، ما زالت لدينا مجموعة من المتابعات واللقاءات في أمسية اليوم من برنامج من عمان. نتوقف مع هذه الأغنية الوطنية وتفاصيل جديدة راح تتعرفوا عليها من خلال ملتقى عمان الشعري الرابع اللي يحمل شعار كلنا قابوس. حياكم مشاهدينا مجددا، مستمرين معكم ومتواصلين معكم في هذا المساء الجميل من أماسي برنامج من عمان. كل أمنياتنا فعلا لكم قاضي معنا مشوار طيب من المتعة والفائدة، مستمتعين معنا مع تنوع دائما حريصين عليه في برنامجكم من عمان. بدأ من يوم الأحد إلى اليوم نحن مستمرين بشكل يومي في تغطية ملتقى عمان الشعري الرابع اللي أسدى الاستتار على فعاليات اللي استمرت على مدى 5 أيام، حقق مجموعة من الإنجازات، أصبح له صدى طيب وجميل على مستوى منطقة الخليج العربي والوطن العربي. تأكيد حقيقي لحضور الشعر، وحاجتنا جميعا إلى أن نستمع إلى الكلمة الجميلة والمرهفة وسط ما نشهده في العالم من نزاعات وخلافات. فالكلمة والشعر والقصيدة هي رسالة الحب والوفاء بيننا جميعا. نحن مستمرين في هذه التغطية، وهذه المرة مع شاعر
وإعلامي جميل منذ بداية انطلاقة الملتقى في دورة الأولى وهو مستمر وحريص على الحضور والمشاركة والمساندة والتغطية المستمرة. باسمكم جميعا مشاهدينا نرحب بالشاعر والإعلامي الكويتي خالد المحسن، مساك الله بالخير، حياك الله معنا في هذا اللقاء، سعيد جدا بوجودك معنا. أنا اللي أسعد أخو راشد، مساك الله بالخير ومسي كل من يشاهد شاشة سلطنة عمان ومسي الشعب العماني ومسي الحب ومسي غائد هذا الوطن العظيم. الله يسلمك بارك الله فيك، يعني أنت متعود على موضوع المنابر الإعلامية، اليوم أخذنا مكانك، مفروض أنت اللي تقدم البرنامج اليوم. أنت اللي ما العين ما تعلى الحاجة. الله يسلمك، الله يسلمك عزيز وغالي، حياك الله معنا. نحن حابين في البداية نتعرف على حكمك على نجاح الملتقى في هذه الدورة كشاعر وإعلامي حريص منذ البداية على الحضور. أولاً بلا شك أن ملتقى عمان الشعري كان شبه مغامرة شبابية انطلقت من خلال الملتقى الأول لملتقى عمان وتحت قيادة وإصرار أخوي الشاعر والإعلامي فهد السعدي ورفاقه الأبطال. بعد فترة يعني وفترة سريعة أحدثوا ثورة شعرية خليجية ناجحة بكل المقاييس، أظهر شعراء، أصبح ملتقى عمان اسم يعني مهم في الساحة الخليجية، من أكفأ وأجمل المهرجانات اللي تقام في وطن في الخليج، إن كان في الحضور الجماهيري، الحضور الجماهيري ذويق، حضور جماهيري عاشق للشعر، محب للشعر. فالملتقى اليوم 3 سنوات كل عام يسجل نجاح جديد، كل عام لا يعني ملتقى عمان مو مثل الملتقات الأخرى اللي يعيش على اسم قديم، كل عام يقدم شكل جديد، أسماء جديدة، شعراء جدد. اليوم طال عمرك أمس ختم الملتقى وسجل نجاح رابع لهذا الملتقى ونتمنى أن يستمر هذا النجاح. لكن مثل هذه الملتقيات يعني نحن نعرف أنه في منطقة الخليج العربية باختلاف دولها ست في مجموعة كبيرة من الملتقيات اللي تنظم بشكل سنوي، كيف نستطيع أن القول أن هذا الملتقى أفضل من ذلك الملتقى وحضوره أجمل، تقبل الشعراء الأكثر، حرصهم على المشاركة أكثر؟ عموما دائما الملتقيات والمهرجانات، إحنا عملنا في ملتقيات وعملنا في مهرجانات، إن كنا مشاركين كشعراء أو كنا كقائمين أو منظمين لهذا الملتقى. الملتقى يحتاج أو في حاجة أن يكون أنك النجاح يعتمد على أسماء. صحيح. أنت يعني تقدر أنك تصنع نجاح من خلال أسماء جديدة، يعني هذا يعتبر إنجاز. ملتقى عمان جاب أسماء خليجية وأظهر أسماء عمانية جديدة. صحيح. فالجميل في هذا الملتقى أو كيف نقيس النجاح، أن يكون في حضور جماهيري، أن يكون هناك تواجد إعلامي. الملتقى يقاس النجاح في تواجد الإعلامي، التواجد الإعلامي عندما يسلط الضوء على شيء فهذا الشيء ناجح ومفيد لهم. صحيح. ملتقى عمان يحظى في 4 إلى 5 قنوات راعية لهذا المهرجان، يعني تسأل نفسك ما السبب أن كل القنوات اللي ترعى، أكيد أن هناك شيء مهم في هذا المهرجان. بالضبط. طيب يعني أهمية مثل هذه الملتقيات أنت بوجهة نظرك للشاعر، يعني كيف الشاعر يحرص أن يكون موجود في مثل هذه الملتقيات طالما عندك كثير من وسائل اليوم التواصل، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، عندك حتى برامج تلفزيونية وإذاعية، هذه الملتقيات وش تضيف إلى تجربة الشاعر؟ اللي هو الاحتكاك المباشر، هذيك ممكن تمارس دورك لحالك، تمارس غرورك على راحتك. صحيح. لكن في الملتقيات نقدر يعني هي وسيلة فرز هذا شاعر، احتكاكك في الشعراء، تواجدك على المنابر هو قياس شهرتك، هو قياس قبولك وطلبك من خلال المنابر الأخرى. أنت كشاعر التواجد من خلال المنابر، تلتقي مع أخوانك أول شيء الشعراء، يمكن شبكة التواصل هذا يعني تهتم في نفسك أكثر من تهتم في الآخرين. لكن في الملتقيات يتواجد كل أبناء الخليج، خاصة خليني أكد على شغلة في ملتقى عمان، إنها الملتقى يفرق عن المهرجان. الآخرين كلهم يعتقدون أن هذا مهرجان شعر وهذا ملتقى، الملتقى هو من يجمع كل أبناء الخليج في أرض واحدة وفي مهرجان واحد ويلتقون يعني شبه يومي. طيب. المهرجان يكون على مدى أسبوع يمكن ما يلتقون، ولكن هو اسم مهرجان وأساميهم موجودة. ملتقى عمان جمع الكل. اثنين، النجاح والشاعر المشارك اليوم صفحات الفيسبوك، تويتر، إنستغرام متواجد، يقدر الشاعر يقدم اللي يبي من خلال كتجربة له من خلالها. لكن يطمح كل شاعر للتواجد في المنابر الشعرية. ليش؟ لأن هذه هي الأرشيف الباقي، يمكن هذه شبكات التواصل تنتهي يوم بعد يوم تروح. صح. لكن يبقى الأساس، الأساس شنو هو؟ المهرجان أو الملتقى اللي يوثق
ويوجد يعني يوثق للشاعر ويحصل تجربة الشاعر. يعني ما تقول أنا كشاعر أقول، حتى أختصر الكلام، أقول أنا والله تجربتي بالفيسبوك، لا، أنا تجربتي في يعني في الإرشيف، في الأمسية، في منطقة عمان، في أهل فبراير، في الجنادرية، في يعني في هذه الأسماء هي أهم من الشبكات. واليوم حتى المتلقي يقدر يفرق، يعني يقدر يقول ان اي واحد ممكن انه يغرد في تويتر ويكتب قصيده. نعم. لكن ما اي واحد ممكن يحضر في هلا فبراير ولا ملتقى عمان الشعري ولا يتم اختياره. صح. نعم. صح. انت اشرفت ايضا على ملتقى هلا فبراير، على فبراير بشكل مستمر العام هذا، اشرفت عليه يعني 2014 بعد توقف، كان لما سكرت وقف كان 2009 اخر مهرجان، وكان غير موفق المهرجان 2009، كان يعني مهرجان فقد جمال حريثة وفقد حتى بريغه، يعني نكون واقعيين مع نفسنا. جاء 2000 وبعد 2009 فاستلم اخذت المهرجان جهه اخرى، هي صار ليالي الوطن، ما صار او ليالي فبراير، ما صار هلا فبراير. المسمى الناس يعني تعتقد ان هذا هلا فبراير، فقعدت 6 سنوات او 5 سنوات، يعني اكيد انها فقد اشياء واحده ومنها الجماهيريه. فجينا 2014 وكلت لنا المهمة، وكانت مثل مغامرة، هذا قدامك هلا فبراير، هل تقدر تعيد الجمهور؟ هل تقدر تعيد هلا فبراير؟ كانت مغامرة، وكنت يعني تقريبا نسبة النجاح في خاطري تقريبا 20-30% عادة، يعني كلام الواحد يكون واقع، حتى يقول أنا أقدر وأقدر، لا مستحيل إني أقدر. لكن الناس كانوا متوقفين وما كان خاطر بالهم، يعني هم حتى اللجنة المنظمة كانت تقول إذا قدرت على 50% خير وبركة. خير وبركة، والحمد لله أنه كان في 100%. الحمد لله. لا، وصار في صدى طيب، والكل تكلم عنه وفي مشاركة طيبة. توفيق من رب العالمين، والأسماء المشاركة كانت مهمة ولها دور. الحمد لله. طيب نحن حابين نسمع شيء، يعني تكلمنا شوف يعني دامني أنا من خلال يعني في قصيدة عندي أنا أحبها كثير ودائما أرددها حتى إن كان في الكويت ولا هني، هي قصيدة في الحبيبة السلطنة. الله يسلمك يا رب. أول شيء قبلها أقول بيتين، أقول يا سيدي قابوس، لك كل تقدير ولك في قلوب الشعب حب وكرام، سافر بحفظ الله وترجع على خير، الله يردك للوطن بالسلامة. آمين يا رب. الله يسلمك. والقصيدة طيب. والقصيدة تقول سلام يا أهل الشعر في ملتقى عمان، والشعر حبكة فكر في كل قيفان، وأنا بصافح في ديني سحابة تمطر على أرض المعاني بهتان، تلقى الغيوم وبرقها مع رعدها تفج صدر الأرض وتسيل وديان، تلقى الغيوم وبرقها مع رعدها تفج صدر الأرض وتسيل وديان، وتملأ مساحات الغلا في خفوقي، تصدح وتسري مسار الدم في كل شريان، وتعانق قلوب الوفا والمحبة وتشرع، وتعانق قلوب الوفا والمحبة وتصدح بصوت الحق في كل ميدان، وتشرع أبواب الغلا واشتياقي للي يحب عمان ويقدر عمان. الله. وتشرع أبواب الغلا واشتياقي للي يحب عمان ويقدر عمان، دار تعز الضيف والشعب للضيف، ترحيبهم وافي ولا فيه نقصان، من كثر ما نسمع ترى البيت بيتك في بيتنا ما نشر النبض. الله الله الله. من كثر ما نسمع ترى البيت بيتك في بيتنا ما نشعر أنه بضيفان، فيهم وفاء فيهم تواضع حقيقي، وأعطيك عما قلت بالشعر برهان، عيونهم للضيف أوسع من الدار، وقلوبهم للضيف من غير بيبان، تعلقت في قلوبهم ولسنتهم يا مرحبا مليون من قلب ولسان، تعلقت في قلوبهم ولسنتهم يا مرحبا مليون من قلب ولسان، شعب الوفاء شعب الكرم والحضارة، شعب يبين لك بدا طيب الإنسان، أفعالهم في مواجهة الضيف طلقة ورفيقهم رابح ولا هو بخسران، تربعوا فوق الجبال النوايف وحطوا لهم في قمة المجد نيشان، وتسامروا على الوفاء والمعزة وخلوا وطنهم غير عن كل الأوطان. الله. وتسامروا على الوفاء والمعزة وخلوا وطنهم غير عن كل الأوطان، في ظل من راية محنك وواضح اللي يرجح في المواقيف ميزان، قابوس رمز الفخر في كل ديرة ولسان وقفاته على الحق مليان، قابوس رمز الفخر في كل ديرة ولسان وقفاته على الحق مليان، أنصف جميع الشعب ما فرق الشعب، أنصف جميع الشعب ما فرق الشعب، والناس تدعي له مع صوت الأذان، عز الله أن قابوس حاكم وعادل، وعز الله أنه في اسم المجد سلطان، عز الله أن قابوس حاكم وعادل، و
وعز الله ان في اسم المجد سلطان من هيبته من كبر حبه لشعبه يقطع يدين الشر ويهز عدوان تجمعت فيها الصفات الحميده وشعبه يعيش في خير ويعيش في امان. اخلص في حب الشعب واخلص له الشعب، فما جزى الاحسان يكود الاحسان. يا ليت حكام العرب مثل غابوس، غابوس رمز الفخر في كل ميدان، شرحت ما يملي علي ضميري للي يحب عمان ويقدر عمان، للي يحب عمان ويقدر صح عمان. لسانك صح لسانك على هذا القصيد الطيب والجميل والمشاعر الجميله. الله يسلمك يا اخوي، عمان تستحق اكثر يعني والله العظيم. وان المشاعر يعني اللي قاعد نقوله كل شاعر يسمعها يعني من زملائنا الشعراء يعني القصيده هذه يقول لي يا اخي والله العظيم انك قاعد تقول الواقع. الله يسلمك يا عبيك يا رب، بارك الله فيك. من مشاعر متبادله ايضا الشعب الكويتي الشقيق ايضا. طيب يعني انت من خلال هذه القصيده هيجت القافيه لكثير من الاسئله والمحاور اللي ممكن نفتحها في ملتقى عمان الشعري. يعني حضور المراه الشاعره ما زال يعني ليس بذلك العدد الكبير، في اسباب يعني تقف وراء حضور المراه الشاعره اليوم؟ شوف حضور هو المراه الشاعره يبحث، يعني اذكر انه اخوي فهد السعدي كان يقول انا محتاج امسيه لشاعرات، امسيات لشاعرات. صحيح. الشاعرات اليوم في الساحه قله، اللي يظهرون في المنابر بالذات، يمكن يكون في الاذاعه من خلال الاذاعه، يمكن يكون في لقاء تلفزيوني، لكن لما تقول للشاعره مثلا ابيك اليوم في امسيه مع شاعر، والشعراء اللي يجون دائما نجوم واسماء مهمه اللي يجون. صحيح. فكون هناك تحفظ، لان الشاعره يعني تواجدها هي عندها رساله شعريه، رسالتها هاديه، رساله الشاعر يمكن يكون عنده شوية أكشنات، يكون عنده حضور، فدائما ما تجد الشاعرات غابن على المنابر، ما بقى إلا قليل من الشاعرات اللي يستطيع يعني مجرات المنابر. فلذلك قلة يعني فهد خذ خلال 3 سنوات أتوقع أن 12 أو 15 شاعر حتى الآن شاركوا في المؤتمر، وجاب من برا شاعرات، لكن الشاعرات قلة اللي يظهرن في المنابر، مو الشاعرات قلة على مستوى الشعر ولكن صحيح. مبدعات ومتواجدات لكن قلة من يظهرهم في المنابر، هذا السبب اللي يمكن يأخر اختيارهم في المهرجان. نعم. طيب يعني الآن نحن نعرف أن أيضا وسائل الاتصال حديثة، وسائل التواصل الاجتماعي، وكثرة في الفترة الأخيرة مجموعة الملتقيات والأماس الشعرية، الشاعر كيف يقدر يخصل بصمة خاصة فيه؟ تميز الشاعر خالد المحسن عن بقية الشعراء الآخرين، كيف يستطيع الشاعر خاصة الشاعر المبتدئ أن يخلي له ثيمة خاصة فيه هو بصمات يتميز فيها كشاعر؟ شوف اليوم الشعراء أصبح عندما ينفتح الإعلام يضيع الكل، يعني يبحث الشاعر عن مكان تواجد عن إظهار نفسه بالشكل المناسب ما يجد، لأن العالم شو تتابع، الأبواب مشرعة، الكل يدخل ما تقدر تشوف المميز غير المميز. صحيح. لكن الشاعر الجيد، الشاعر المبدع، الشاعر الذكي، ثق بالله انه راح يقنع الناس اذا في ابداعه من خلال ان كان حساب انستغرام، ان كان حساب انستغرام، ان كان تويتر، ان كان فيسبوك، ان كان في التواجد من خلال لقاء واحد يقدر يقنع الناس على تواجده. ما في طريقه، الطريقه هي حاجه الى حظ وتوفيق من رب العالمين. صح. لا اكثر ولا اقل. اما الشعر موجود، الكثير مبدعين، يعني في مبدعين والله ما حد يعرفهم في الاعلام. صح. وفيه شعراء اقل ما يقال عنهم انه شاعر عادي، يعني اكثر ما يقال عنه انه شاعر عادي، ولكن حظه طيب وموجود على مستوى الاعلام. نحن قبل يومين استضفنا شاعر الكويتي محمد الضويلي. إيه؟ ما توقعنا يعني انه بهذا الشعري، لانه ما مشهور، ما معروف حتى. محمد الضويلي من الشعراء المبدعين اللي يعني يعاني من هذا المشكله، ان الاعلام يعاني من مثلا انه الاعلام التواجد الاعلامي، لانه الشعراء من بعد 2000 يعني خلينا نتكلم من بعد 2010 او 2000 بعد تواجد القنوات الشعبيه المختصه في الشعر، بعد تواجد الفيسبوك، بعد تواجد تويتر، الانستغرام، التواصل الاجتماعي والشبكه، اصبح الشعراء مو عارفين يعني كيف تقدم النجم. قبل منبر راشد بامكانه ان يقدم شاعر من خلال منبره. صحيح. لكن اليوم راشد لو بيقدم شو يقدم؟ كل يوم شعره ما شاء الله كل القنوات عندها برامج شعريه. صح. فوين اتابع؟ قبل الشيء يعني المكان المغلق يجعلك انك تنظر للشيء في عين جريئه وفي عين سليمه. الابواب المفتوحه تجعل كل يدخل، ولا ما تقدر تميز لا الزين ولا الشيء. بالضبط. زين احنا حابين نسمع شيء ثاني بعد اذا محضر لنا. طيب. شيء انا والله شوف انا محضر في قصيده في جديده قصيده حاضر. طيب نسمع. يقول ما خنجر حس السنين اللي تكاثر بي،
في كل ليلة أسولف له عن أحزاني، أجمع خطايا الذنوب اللي تعثر بي وأعيد ترتيبها في وسط وجداني، ما عاد بها شيء في الواقع يأثر بي، كم مرة نجرح الوقت وتعداني، ما عاد بها شيء في الواقع يأثر بي، كم مرة نجرح في الوقت وتعداني، قصايد الحزن بين الناس تجهر بي، وصابع الحزن تكتبني وتقراني، الضيق من طيش تفكيري يسافر بي، وعلى صدى ضيقتي صح الله لساني، ظروف الأيام لا قامت تكسر بي، شعرت بالنز من قام يتحداني، ظروف الأيام لا قامت تكسر بي، شعرت بالنز من قام يتحداني، اللي جرح خافقي قام يتعذر بي، وأنا من الجرح محتاج العمر ثاني، ما هو ضروري قلوب الناس تشعر بي، الله يسامح خفوقي يوم بكاني، الله الله، ما هو ضروري قلوب الناس تشعر بي، الله يسامح خفوقي يوم بكاني، أقسى ظروف الزمن قامت تخير بي، إي والله إني أعيش الحزن وعاني، سنين الأوهام وأحلامي يتغير بي، شوف كيف الأحلام تامرني وتنهاني، أشره على الوقت لقام يتخير بي، ولوم نفسي ليه من صرت وحداني، تكبر ظروف الزمن ولا تصغر بي، أنا خصيم الظروف إن الله أحياني، الله. تكبر ظروف الزمن ولا تصغر بي، أنا ظروف الزمن إن الله أنا ظروف أنا تكبر ظروف الزمن ولا تصغر بي، أنا خصيم الظروف إن الله أحياني، على كثر ما نثرت الشوق في دربي، طرقت باب الأمل والحزن ناداني، سهرت ليل الفراق اللي تسامر بي، وشبيت نار الجفا وحرقت خلاني، يا قلب افرد جناحينك وسافر بي، يمكن همومي اللي من قبت تنساني، اللي عطيته قلاي شلون قصر بي، واللي سرق فرحتي وشلون خلاني، في حاجتي ما لقيت الناس يقربي، في حاجة الناس دورني تلقاني. الله الله الله، صح لسانك على القصيدة الجميلة، الله نشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، نتمنى لملتقى عمان الشعر الرابع أو ملتقى عمان الشعر أن يكون في نسخة الخامسة إن شاء الله والسادسة، ويتطور بشكل أكبر، بتكلتلكم جميعا كشعراء تكاتفكم مع بعضكم حتى يتطور هذا الملتقى بشكل أكبر. يهمنا والله أنه يستمر، ويهمنا أن هذا الملتقى من أبرز الملتقيات الخليجية، أن يعني يدعم بشكل سليم، وأنه يبغى إلى أمد لأنه يخدم الشعر. شكرا لك، نشكرك على وجودك معنا، إن شاء الله نتمنى لك ليلة سعيدة وإقامة طيبة في عمان. متى طالعين إن شاء الله؟ متى راجعين؟ بكرة إن شاء الله. بكرة إن شاء الله، درب السلام إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا لك الشاعر والإعلامي الكويتي الجميل خالد المحسن، شكرا لك على هذا اللقاء. تسلم. شكرا تسلم. لك. أيضا شكرا لكم مشاهدين على طيب متابعتكم لنا في أمسية اليوم ولقاء اليوم من برنامج بين عمان، نتمنى بإذن الله وفقنا في إمتاعكم وإفادتكم، نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة وهانية تقضوها برفقة الأهل وبرفقة الأصدقاء، ويوم الأحد القادم إن شاء الله ملتقى جديد من برنامج من عمان، نعدكم بتحضير مجموعة من المحطات والمتابعات، وأيضا ندعوكم لمتابعة برنامج البركة فيكم اللي راح يأتيكم بعد قليل إن شاء الله، موضوع جديد، مجموعة من الفقرات اللي تلامس اهتمامات الشباب. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.